ما زالت غابات المنغروف موجودة بكثافة هنا في مقاطعة الشيريكي. الأشجار المتشابكة تعد مأواً آمناً لعدد لا يحصى من الحيوانات البرية ومصدر رزق للصيادين وعائلاتهم التي تعيش هنا، إلا أن الغابات في تراجع، فبينما فقدت أكثر من نصفها بسبب القطع الجائر والنصف الباقي مصاب بأضرار بالغة. أثناء قيامي بتشييد الطريق العابر للقارة باناماري، كان تسرب النفط إلى النهر، وهو ما قضى على كل المحار الذي كان موجودا، كما أصيب عدد كبير من الكائنات البحرية الصغيرة كسرطان البحر. في طفولتي كان هناك الكثير من المحار ولم يعد موجودا. هذا هو طريق بان أمريكانا، وهو مكان جيد لبيع الصيد الطازج، إلا أنه من عوامل تدمير الطبيعة أيضا. يمر هذا الطريق وسط غابات المنغروف ويسبب اضطراب حركة المد والجزر التي تعتمد عليها الغابات. ولكن هناك خطر آخر، وهو تربية المواشي، فمنذ عقود يتم اقتلاع أشجار الغابات لاكتساب أماكن للرعي، والمنطقة معروفة بإنتاج الجلود. يطلق على العمال الذين يقومون بقطع لحاء أشجار المنغروف الحمراء اسم كاسكاريروز، وهذا اللحاء يحول إلى مسحوق يورد إلى المدابغ، فهناك تحصل الجلود التي تصنع في المنطقة على اللون الأحمر التقليدي. إلا أن بنما اكتشفت أنه لا يمكن الاستمرار في ذلك. هؤلاء الأطفال يطلقون على أنفسهم حماة المنغروف الصغار، ويعملون ضمن مشروع دولي لحماية المستنقعات. إنهم يجلبون المياه مرتين في اليوم من البحيرة لأعلى هذا الطريق المنحدر، ولكن ليس لأنفسهم أو لعائلاتهم، بل لري أشجار المنغروف في حديقة مدرستهم التي استغرقت زراعتها أسابيع. أزرع المنغروف كي يتسنى من جديد لعدد أكبر من الحيوانات العايشة هنا، كالأسماك وسرطان البحر والسلاحف. انتظار نمو أشجار المنغروف ثم نقلها لزرعها في مكانها الأصلي عملية مرهقة، لكن كل خطوة صغيرة تساعد من جديد على استعادة غابات المنغروف في بنما.